هل سمعت من قبل عن تكية مسافر؟ إذا لم تسمع فإليك هذا المشروع الثقافي في قلب القاهرة الحاضنة للتاريخ. أنا بفكر في الموضوع بقالي 3 سنين أو ممكن أكثر كمان. نفسي إن إحنا نعمل حاجة ثقافية وفنية تبقى في مكان واحد ومستقر، ونجمع الناس اللي عايزة تعمل ورش عمل، تعمل أنشطة ثقافية، ندوات ثقافية، نحافظ على الحرف اليدوية تبقى برضو في مكان واحد. فتكيت مسافر هي يعني من زمان قوي والواحد بيفكر فيها فعلا، لان هي في الاخر بتفيد فعلا المجتمع جدا بكل طبقاته وبكل كمان الاعمار وخصوصا الاطفال. انا مؤمنه جدا بفكره ان الثقافه والتعليم هما اللي بينهضوا بالدوله، يعني التعليم والثقافه الاثنين مع بعض، مش بس التعليم ولا الثقافه لوحدهم، الاثنين مع بعض بيخلونا في حته تانية فعلا. فدي ده من زمان واحد بيفكر فيها فعلا من زمان جدا. ورش عمل للكبار والأطفال وندوات عامة، هكذا هو مشروع التكية الثقافي كخطوة أولى من ندى وصديقتها شيماء. هي ندى أول ما لقيت المكان كانت جاية لي أصلا بالصدفة يعني، وقالت لي إحنا أنا لقيت مكان كذا كذا كذا، بس خلاص الأفكار كلها قعدت وصلت في دماغنا. حتى صحابنا كانوا معانا قسموا لنا تقسيمة الشقة، يعني اعملي في الأوضة دي كذا اللي كنت عايزة تعمليه، وانت اعملي في الأوضة دي كذا. فجأة كلمنا الشخص ما ردش علينا طبعا، بس اتواصلنا مع المحافظات، الناس اللي في المحافظات والسيدات وجبنا المنتجات بتاعتهم، وفرحوا ان احنا خدنا منتجاتهم بالسعر اللي هم عايزينه من غير ما اي حد يتكلم معاهم او يتناقش. ولما كمان عرفوا ان حاجتهم اتباعت قد ايه فرحوا. هنبدأ ورشة خط عربي، هنبدأ ورشة جلد اللي انا طول عمري كنت عايزاها فما صدقت عملتها للناس هنا. مثلا بنعمل ورشه، هنعمل ورشه برضو الاسبوع الجاي، حاجه اسمها سترينج ارت اللي هي فن الخيوط والمسامير. ازاي؟ مثلا بحاجات بسيطه جدا، لوحه خشب ومسامير صغيره ممكن تطلع قطعه فنيه فظيعه. ندى ليست فقط صاحبه مشروع ثقافي، بل هي ايضا باحثه وعاشقه للتاريخ ومخترعه. وساعتها انا كنت مش حابه بقى ان انا اعمل الدكتوراه في الجغرافيا، برضو كنت عايزه اربط ما بين الجغرافيا وحاجه تانية، خصوصا انا رساله الماجستير كانت عن التغيرات البيئيه، انا كنت حابه جدا اكمل ترميم الاثار بالذات. فدخلت في ترميم الاثار، خدت كل حاجه في ترميم الاثار، ولقيت نفسي اكتر في المباني الاثريه والاخشاب اللي هي الظروف البيئيه وتاثيرها على الحاجات دي. واكتشفت في مدينه القصر الاسلاميه اول مره اروحها كانت في الواحه الداخله، ودي من العصر الايوبي، هي مدينه كانت بالكامل بالخشب. اكتشفت ان الخشب كله متآكل ومدمر، والخشب متحول لنشارة خشب. فسألت قالوا لي ده النمل الابيض، عادي زي اي حد يمكن ما يعرفش يعني ايه نمل ابيض، بس بصراحة الموضوع هنا شدني قوي لو ايه النمل الابيض لدرجة ان هو يدمر مدينة بالكامل كده. فرجعت بقى ساعتها كنت بكمل في الترميم، لا الموضوع شدني اكتر فاكتر، عملت بحث بسيط وعديته للدكتورة عندنا، الدكتورة وفيقة ساعتها يعني ربنا يديها الصحة يا رب. فهي قالت لي ندى انت البحث بتاعك ده حلو جدا، ليه ما تعملوش دكتوراه؟ في الوقت ده سافرت اليابان 10 ايام، كان عن المؤتمر عن الميه، وقدمت البيبر بتاعت الماجستير واتقبلت. ندى وشيماء نموذجان للمرأة المصرية التي إذا حصلت على فرصة ودعم حقيقي تستطيع أن تبهر العالم بأفكارها ودعمها للمجتمع. عمر حمزة لبرنامج مراسل النيل.